أعزائي المشاهدين، برحب فيكم. وحنعمل هلأ صنف عصير أو مشروب بارد منعش جداً، مشروب آيس تي مع الفواكه اللي أنتوا بتحبوها وبترغبوا فيها. شاي مثلج مع المانجو، 3 كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة شاي، 10 أوراق نعناع أخضر، 1 حبة كبيرة مانجو، مكعبات ثلج. أعزائي، إحنا حنعمل مشروب منعش باستعمال الشاي. عندي هون الشاي السايب، أو بنسميه ممكن نطلق عليه اسم شاي أسود أو شاي أحمر، اللي هو الشاي العادي اللي بنشربه دائماً. حبتدي تجهيز الشاي بإني أحط مقدار المي في إبريق، إذا حبينا إضافة السكر ممكن نضيفه هلأ أو نخليها بعدين. حنغلي المي، أعزائي بستغلي المي عندي، بضيف الشاي، حغطي واسيبه لغاية ما يتخمر عندي ويبقى خلاصة شاي فعلا مركزة. بعد هيك بخليه في البراد لمدة ساعة أو عدة ساعات لغاية ما الشاي يتخمر تماما. خطوتنا التالية أعزائي تجهيز الكاسات، اختيار الكاسات اللي حنشرب فيها هذا العصير، اختيار الفاكهة اللي انتو بتحبوها. انا اليوم اخترت المانجا، بس ممكن تختاروا الفراولة، التوت، البلوبيري، الاناناس، الخوخ، اي نوع فاكهة بتخطر عبالكم بتقدروا تستعملوها مع الايس تي لتعملوا مشروب فعلا منعش ولذيذ جدا. لاضفاء كمان مزيد من النكهة الطيبة حنحتاج اوراق النعناع الاخضر، أو إذا حبيتوا الريحان. ممكن في ناس يستغربوا استعمال الريحان، بس فعلا بيعطيكم نكهة كتير كتير طيبة. هنحتاج مكعبات من الثلج، وعندي الشاي اللي أنا already أخذ وقته في الثلاجة، وحبتدي أعمل منه الآيس تي بنكهة المانجا. عندنا مقدار من السكر، هحلي الشاي إذا حبيتوا بالسكر أو حبيتوا بالعسل، أو إذا حبيتوا تكتفوا بالحلق اللي موجود في المانجا. حدوب السكر في الشاي، وفي الكاسات أعزائي ححط قطع من الثلج. وحنبتدي خطوتنا التالية البسيطة جدا، إني أنا بدي أخذ الفواكه وأهرسها عشان يطلع فعلا منها الطعم الطيب وتصير بيوري ناعمة خالص كأنها عصير ولكن مركز جدا. فعندي المانجا ححطها في محضرة الطعام باستعمال الشفرة، ححط بعض أوراق النعناع، وأشغل لغاية ما يصير عندي الخليط ناعم جدا. ما شاء الله الريحة فعلا، لما ريحة المانجا أصلا ريحة طيبة، مع النعناع أصبح عندي هيك رائحة منعشة وبتجدد فعلا الطاقة. هلأ أعزائي الكاسات عندي جاهزة، ونوزع عليها مشروب الفواكه اللي هو اخترنا إحنا المانجو. كتير طيب إذا حبيتوا تجربوه مع الفراولة كمان. حنوزع أعزائي هلأ الشاي المبرد والمركز جدا. بنلاحظ أعزائي لما بصب الشاي عم بصبه ببطء شوي عشان يعطيني اللوك اللي هو زي الطبقات
الفاكهة تبقى تحت والشاي يبقى فوق. أعزائي هاي المشروبات فعلا جدا منعشة، وإحنا بنروح دائما على المطاعم وعلى الكافيهات وبنطلب هاي المشروبات، وبنحس إنه يعني بتأخذ مجهود ووقت عشان نعملها، بس أبدا زي ما أنتوا شفتوا بتقدروا تتفننوا وتعملوها في منتهى السهولة. نكمل أعزائي توزيع الشاي من أطيب وألذ الوصفات، أرجو أن الوصفة هاي تكون عجبتكم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.